اوكي الجميع معي. The test of specific connective abilities measure specific mental abilities such as deductive reasoning, verbal comprehension, memory and numerical abilities. Psychologists often call such tests aptitude tests since they purport to measure aptitude for the job in question. هذا الاختبار هدفه الرئيسي قياس القدرات العقلية الخاصة مثل الاستدلال الاستنتاجي له علاقة ذكرته قبل شوي انتو بالاستنباط والاستنتاج والفهم اللفظي والذاكرة والقدرة العددية. غالبا علماء النفس بيطلقوا على هذا النوع من الاختبارات aptitude test اللي يعني اختبار القدرات او الكفاءة اللي بتعكس مدى استعداد المرشح للقيام بالمهام الوظيفية. maybe اكثر انواع اكثر اساليب اختيار هذا النوع من الاختبارات بيكون في الوظائف الميكانيكية او الآلية. اوكي ننتقل هلا للنوع الثاني من الاختبارات اللي بنسميه the tests of motor and physical abilities. شو سميناه؟ اختبارات القدرات الحركية او الجسمانية. You also might need to measure motor abilities. يعني قد نحتاج احيانا كمنظمة الى قياس القدرات الحركية. For example, such as finger dexterity, manual dexterity, and if hiring pilots reaction time. يعني هدف الرئيسي تقيس سرعة ودقة حركة الاصبع finger dexterity يعني حركة الاصبع او حركة الذراع او اليد او وقت رد الفعل الرياكشن خاصة وين if hiring pilots في حالة الاستعانة بالطيارين. اعطي مثال اوضح. لو انا بدي اختار سكرتيرة اكيد من مهام السكرتيرة تجيد ايش؟ تجيد طباعة. فبالتالي حركة اصابعها اثناء الطباعة تعتبر بالنسبة لي ماله؟ عنصر مهم في الحكم على المرشح. The test of physical abilities may also be required. These include static strength such as lifting weights, dynamic strength, pull or ups, body coordination, jumping rope. بمعنى آخر إنه هناك بعض الوظائف قد نحتاج إلى عمل اختبارات قدرات بدنية تشمل قوة الثبات static strength such as مثل عملية رفع الأوزان. قد نحتاج إلى تقييم الدايناميك سترينث القوة الديناميكية زي الدفع والسحب. وممكن نركز على تناسق الجسم البودي لانجويج كوردينيشن مثل مثلا عملية القفز على الحبل. يعني واضح انه هذا النوع من الوظائف برضه بيتم التركيز عليه في الشيء الحركي مهم اسمه motor or physical abilities. واضح انه طبيعة الوظيفة تقتضي الحركة. فمن خلال هذه الاختبارات ما بنحكم على مدى صلاحية المرشح للوظيفة. نركز على هذا النوع من الاختبارات. يا ريت نركز شوي. رجعنا لنفس المشكلة بدناش اياها اذا. Measuring personality and interest. هذه أكثر أنواع الاختبارات اللي بيستخدموها حاليا. اختبارات الشخصية. Personality test measure basic aspects of an applicant personality. تقيس الاختبارات الشخصية الجوانب الأساسية لشخصية المرشح أو مقدم الطلب. مثال على ذلك introversion بتقيس معدل الانطواء، stability الاستقرار، and motivation التحفيز. Industrial psychologist علماء
علم النفس أو خبراء علم النفس في مجال الصناعة ركزوا على 5 أبعاد رئيسية، ركزوا معي يا ريت، وسموها The Big Five Personality Dimensions. إذا في عنا 5 أبعاد من خلالها أنا بقيس السمات الشخصية، وهذه الـ5 سمات أطلقوا عليها كلمة الأوشن، وكل حرف له دلالة. وهون راح أكلفكم أنا بواجب، بس بعد ما أشرح الأساسيات. إذا عنوان الشريحة شو عندنا؟ The Big Five Personality. شو يعني Big Five؟ سمات، يعني أهم أو أكبر سمات 5 يتم التركيز عليها. أول سمة اسمها الأوبنز، تعني الانفتاح. شو عكس الانفتاح؟ إنه يكون الواحد مغلق. برافو. على نفسه. نعم، انغلاق، منطوي على ذاته بنحكي. كونشينسنس. شو هي؟ كونشينسنس. عديها يا أنسة أشوف. مين بيحب يحكيها؟ كونشينسنس. تعني إيش هون؟ الضمير. ضمير. تعني الاشتعال. طيب شو عكسها؟ توهان، فلان ضايع، فلان تايه. طيب اكستروفيرجن تعني الانبساطية، إنسان منبسط متفائل. شو عكسها؟ انطوائي. اكتئب أو انطوائي. طيب اجريبلنس. اجريبلنس شو يعني معناها؟ القبولية، إنه إنسان طيب مقبول، سهل جدا التعامل معه. شو عكسها؟ شو عكس الطيبة والقبولية؟ الأنانية أو الخبول. تجاذب وإيش؟ تنافر، مش هيك؟ مش في تذكر. انيورتيزم، وتعني العصابية، فلان عصبي، عنده عصبية. شو ما بتحكم بالأعصاب. أيوة، عكسها بيكون في عنده نوع من الاستقرار. بس خليني أوضح يعني شو المقصود بكل سمة، وأكيد في هناك أبعاد لكل سمة من هذه السمات الـ5. بدي حضراتكم المحاضرة الجاي، يعني هيك وهذه علامة نشاط راح تكون إن شاء الله، بدي أسأل أنا الناس اللي بيجوا معي، وياريت الكل شاركنا في المحاضرة، يعني يعطيني أمثلة شو هي السمات المرتبطة بكل بعد من هذه الأبعاد الـ5. أنا عندي 5 dimension، 5 سمات كبار. هلأ أكيد كل سمة يعبر عنها بإيش؟ بمواصفات معينة. يعني المحاضرة الجاية بدي أقول يا لين مثلاً، لين جهاد لو سمحتي، حكينا في المحاضرة الماضية عن سمة شخصية اسمها الأوبنس. أعطيني يا ستي لو سمحتي شيل أبعاد الـ6 لهذه السمة. وهل لديك شخصية أنت متأثر فيها تمتلك هذه السمات؟ أجي أسأل، أنت يا جنان مقبول، بدي إياك تعطيني ما هي أبعاد الكونشينسنس، وهل عندك شخصية متأثرة فيها تمتلك هذا الكلام؟ فهمنا؟ وأنت يا شهد تحكي عن الإكسترا فيرجن، وهكذا يعني بشكل عشوائي. وكل إنسان بيعطيني سمة معينة راح تكون له علامة إن شاء الله. نتوكل على الله. نبدأ بالشق الأول. أول سمة شو اسمها؟ شو حكينا؟ openness، تعني الانفتاح. على دكتور، أنا دكتور لو سمحت بسمع، تفضلي السامع. أنا تفضلي. أنا مش فاهمة الأسايمنت، الواجب. يعني بدك يعني أعطيك مثال مثلاً على العصبية وكيف أثرها على عليك. هلا لما أجي أقول مثلاً في سمة عند بني آدم اسمها الأوبنز، صح؟ هلا أنا كيف بقيم هذه السمة؟ في أبعاد، صح؟ يعني الإنسان المنفتح شي مواصفة، يعني 1 2 3 4. سؤالي كيف بنقيسها؟ هل أنت متأثرة بشخصية ما
شخصية سياسية، شخصية عادية قريب إليك يمتلك مثل هذه السمات؟ هيك بدي لما أجي أحكي عن أحد البيج فايف، الكونسينسنس تعني الاجتهاد، تعني الضمير، في سمات، في مؤشرات تدلل على وجود هذا البعد في الشخص. بدي إياكي ما هي هذه الأبعاد وتعطيني مثال إذا أنت حاضر في ذهنك مثال على شخص يمتلك هذه السمات. وعادة إحنا بنركز على السمات وين هون، في نوع من الوظائف، أكيد في الوظائف القيادية. خذي مثلا على مستوى الدول، على مستوى الرؤساء، فكر شوية، شوف مثلا رؤساء هالدول، في كثير رؤساء يمتلكوا هذه الصفات، تعتبر ضرورية جدا بالنسبة لهم. وبدي كمان تحكي لي كل سمة وين بتم التركيز عليها أكثر، يعني في أي نوع من الوظائف. عموما أنا بعد المحاضرة راح أطرح السؤال وأنزله على المجموعة إن شاء الله، مشان يكون واضح للجميع اللي شاركنا واللي ما شاركنا. ماشي يا ستي؟ ماشي. أوكي. أنا فكرة عامة بس يا ريت، المشكلة ما ضلش وقتنا الأربع دقائق بنتهي العرض. على كل حال إحنا راح نستكمل في المحاضرة، خلينا نكتسب نسمع صوتكم خلال الأربع دقائق. أول شيء أنا بتمنى تكونوا جميعكم بخير إن شاء الله، أنتوا أهاليكم، واللي عنده سؤال يتفضل يعني بدون ما يرفع إيده يسأل بدو إياه. أنا حاضر. دكتور؟ جريت الاسم ونحكي شو السؤال. نعم. أنا أماني بسام. أهلا يا أماني، تفضل. دكتور شو رأيك الأسايمنت نسلمه على المودل ووقت المحاضرة يعني تناقش فيها، هيك كل الطلاب باخذوا حقهم، يعني بجوز يعني إنه حدا ما يحق له إنه يشارك وقت المحاضرة أو إنه يكون دقيق عنده أو إشي. أشكرك، أنا حكيت قبل شوي راح أنزل السؤال على المجموعة راح أحكي. يعني بس أنا مشان يكون فيه، يعني أنا حابة، أنت عارف أنا من النوع اللي بحب تكون المحاضرة فيها أكشن، بحبش إنه وين يعني، بحب إنه الطالب برضو يشاركنا يعني، وهذه المشاركة عليها علامة. ما انت عارف يعني انه احنا هيك بنسلم على المودل نفس الوقت كمان انه بنشارك في المحاضره. قولك على الاقتراح راح يكون ان شاء الله راح يتم. شكرا. شكرا لك. كمان مين عنده سؤال يتفضل. يلا يا جماعه سمعوني صوتكم بلاش ننسى بعضنا. المحاضره الجاي امتى؟ المحاضره الجاي امتى؟ احنا شو اليوم ان شاء الله؟ ثلاثة. راح تكون تاريخ. راح تكون الاحد ان شاء الله. دكتور بصير العرض اللي انت عرضته هسه تنزل لنا اياه على الموديل؟ خلينا بس يعني هو كله يا دوب سلايدين، مو اصلا اوريدي موجود على الموديل، بس انا بحاول اجدد فيه كل فتره وفتره، يعني هو اوريدي موجود على الموديل بس مش بهذا. في شويه اختلافات اكيد. انا ان شاء الله بس انتهي، بس انتهي من المحاضره الجاي راح احمله باذن الله تعالى. الله يعافيك. في كمان أي سؤال؟ ضايل معنا دقيقتين تكسبوهم. أحمد زهد، أماني، أيمن، رشا، يلا. يلا. يعطيك العافية دكتور، بس فيش عندي جوه سؤال. تفضل. مين أنت؟ أنا عندي سؤال عادي. تفضل عادي وأوتوماتيك كمان. بالنسبة للأبعاد الستة هاي نختار كل واحد ونشوف شو الأبعاد تبعته كيف تأثيرها مثلاً على بدي كل طالب راح أحكي عن الوظيفة. كل طالب يعني يجيب لي بمعدل نص صفحة يحكي لي عن هذه السمة وشو أبعادها، كيف بقيسها، وهل عالق في أذهانكم شخصية ما تمتلك هذه السمة؟ بس تمام، مشكور دكتور. يعني الموضوع كثير شيق ونحاول ننمي هذا السؤال. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم الجميع إن شاء الله. بس سؤال. تفضل. بخصوص الكويز اللي قدمناه المرة الماضية على الموديل. نعم. تمام. أنا علق عند الموديل، بعرفش يعني كنت بجاوب يعني جاوبت الاختيار الثاني أو الثالث، علق الموديل وطلع. تمام. فبعدين دخلت عليه رديت اللي هو حاطل لي العلامة 2/10. أكيد. إحنا ثقتنا فيكم عالية إن شاء الله. وانت بتعرف انه احنا يعني حريصين عليكم. اكيد نفس اللي بيحصل معاكم بيحصل معي انا، هلا حصل معي النت تضعف كذا، واحنا ان شاء الله راح نكون يعني ناخذ بعين الاعتبار هذا الكلام. تمام. يعني بس على اساس انه ما تفكرني انا اديت وهيك اجت العلامه، انا ما اديت يعني، بس كنت في الخيار الثاني هو طلع. راح احنا نكلفكم بواجبات وراح يكون في عندنا كوزز كثيره، راح نختار الاحسن منها باذن الله تعالى. انا اللي بيهمني انه تفضلي ثاني مره بتصير معنا هيك.
الثالثة الثالثة يا ستي، بعدين بقبلش. مسموح لك بس ثلاث مرات بعدين لا. ماشي، يعني نكون حريصين شوية، نكون نتدرب وإحنا خارج المحاضرة كيف نتعامل مع هذه التكنولوجيا الحديثة، عملية جديدة سواء بالنسبة لنا وبالنسبة لكم. لكن يوم مع يوم يعني كل مرة بتواجهنا مشكلة مرة ثانية بنحاول نتفاداها. تمام تمام إن شاء الله خير، يعطيك العافية. طالما إنه المحاضرة مفتوحة احكوا على راحتكم، اسألوا، يعني مش معنى أنا إني أقطعها، لا هي تقطع لوعدها. طب خلينا ندردش نشوف الانفتاح الأوبنس. مين بيحكي لي يعني شي مواصفات الشخص المنفتح؟ يعني كيف، يعني كيف أنا بقيمه؟ وين بأي نوع؟ بأي نوع؟ كل معلومات في كل المجالات، في كل مجال، لأنه مش مقيم بأفكاره مع العالم الخارجي. لكن وين تتضح أكثر يكون من إنسان عنده انفتاحية؟ وين؟ المعلومات، كم المعلومات اللي عنده؟ أكيد معلومات، لكن أنا بحكي كسلوك. الخيال، كسلوك، وين بتتضح أكثر؟ في أي نوع من الوظائف بلزمنا هذا الكلام؟ عند المدراء الخدماتية. برافو عليك. تعامل. يعني كل إنسان يتعامل مع مجموعة موظفين بحاجة لهذا الكلام. يعني مثلا مندوب مبيعات مش بيطلب منه التفاعل الاجتماعي؟ أي إنسان مسؤول، أنا مانجر، هو يتعامل مع مين؟ مع موظفين. في عنده انفتاحية، مش منطوي، مش مغلق على نفسه، يعني عنده نوع من التفاعل الاجتماعي. وأترك التوسع للمحاضرة الجاي. نيجي للسمة الثانية بالله، conscientiousness. يبدو الزوم نسانا، خلينا نكمل معناها. مكسب هذا. conscientiousness شو حكينا معناها هون؟ الضمير، ضمير، الوعي، الاجتهاد، تتعلق بقدرة الشخص على المثابرة، القدرة على التعامل مع التشالنجز، يعني عنده حب التحدي من أجل تحقيق الأهداف. هلا لاحظ، في عنا نوعين من الأشخاص الموظفين. أشخاص بيحب يكون بالعمل الروتيني المتكرر، في ناس بيحب عمله شو يكون فيه تشالنجز، في إيش، في تحدي، لكن لأنه التحدي ممكن يضيف عليهم. أيوة. يعني أنه يعطيهم، يكسبهم خبرة. برافو، بس ما يكون هذا التحدي مستحيل. تتذكروا احنا مرة حكينا انه اليابان اجرت دراسة على مجموعة من العاملين في بعض الشركات الصناعية، حوالي 500 مفردة كان حجم العينة، وكان السؤال اللي يوجه لهم ما العوامل التي تؤثر على الرضا الوظيفي، فأعطوهم مجموعة من العوامل وطلبوا منهم يرتبوها حسب الأولوية أو حسب الأهمية. يعني مثلا حكوا عن الراتب، يعني أعطوا عامل الراتب، أعطوا العلاقة مع الزملاء، العلاقة مع الرؤساء، نمط الإشراف، ظروف العمل المحيطة، وتنوع العمل. 700 شخص أجمعوا على العامل الأول اللي جاء في الترتيب. في رأيكم شو راح يكون؟ أو شو كان هذا؟ تنوع في العمل؟ برافو عليك، نعم. التنوع، صعوبة العمل، التحدي، هذا ما يميز الموظف في دولة اليابان عن باقي الدول الأخرى. للأسف طبعاً، والإنسان بيحكيها بمرارة، لو حاولنا نسأل بعض الموظفين في دول أخرى، maybe في الدول العربية، جواب الراتب، إنه جاوبنا مش حتى الراتب، لا ممكن جاوبنا عدم العمل، يعني إنه ما يكونش في عمل بيأدي. يعني زي هلا مثلا بعض الطلبة يكون مبسوطين إنه والله بدرسش، أو إنه مش متابع التكنولوجيا، يقول إجت منهم مش مني. لا عمي، العلم موجود في وسائل متعددة، لا يعني إنه خلص مرينا في الظرف نخليه شماعة ما نتابعش تعليمنا، لا، كون بده يمشي لنتعلم هذه التكنولوجيا. واليوم أصلا في جامعات أصلا هي نظامها كلها مبني على التعليم عن بعد. إذا برضو المحاضرة الجاية بدي شخص يحكي لي عن هذه السمة اللي هي الكونشينسنس بتفصيل أكثر.
نيجي هلا للسمة او الدايمنشن الاخر اكسترا فيرجن، تعني الانبساطية. برضو هذا الانبساطية اعتقد سمة مرتبطة بالنشاط الاجتماعي والتفاعل مع الاخرين والميل نحو التفاعل والمشاعر الإيجابية. يعني لما تجتمع فيه بيعطيك طاقة، طاقة مالها طاقة إيجابية. وبعض الأشخاص لما تجتمع فيهم شو بيعطوك؟ طاقة سلبية. طاقة سلبية، فحذاري يجب أن نبتعد عن الأشخاص اللي عندهم الطاقة السلبية. هلا ما يبي مثلا كطلب، ممكن حضرتك أنت مع زميلة أخرى تقول لك وانت ليش مغلب حالك على وبتتابعي هالمحاضرات، خليها فترة نقاه. شو أعطتك هون؟ طاقة إيجابية ولا سلبية؟ سلبية. سلبية. ما بالك لما يكون مانجر مدير وعنده موظفين وبحبط فيهم مشكلة، شو لازم يعطيهم؟ طاقة إيجابية، لازم يعطيهم حيوية لإمازحهم. هذه له علاقة بالقرب مع العنصر البشري. برضو بدنا حدا فيكم يحكي لنا عنها في المحاضرة الجاية إن شاء الله. أجريبلنس، الطيبة أو المقبولية، عكس حكينا التنافر. فكرة هذه السمة أعتقد يعني ممكن نقول بأنها تتمحور حول الثقة والصدق، سمة الالتزام مثلا، التواضع في الحديث، التعاطف مع الآخرين. وإحنا في البكة أنا بحسهاش، أنا بحسهاش صفة يعني أساسية ومجر. بس أكمل أنستي، بس أكمل الله خير ليك. التعاطف مع الآخرين سمة رئيسية في الإنسان القيادي، أن يكون متعاطف. بس اسمعيني شو بدي أحكي، لا تعني التعاطف الشفقة، بالعكس المانجر لازم يكون ماله حازم. ولا إذن أنا ماذا أقصد بالتعاطف؟ قدرتي على تلمس احتياجات الأشخاص وتوفير الظروف التي من شأنها أن تشبع تلك الحاجة. أعطيك مثال، طالب تيجي تبكي للمدرس، أنا عندي ظروف وأنا وأنا وأنا، ممكن أتعاطف معها. شو يعني أتعاطف؟ يعني أشفق وأعطيها علامات زيادة؟ لا. على الشاب اللي حكى قبلك هلا قبل شوي وقال إنه الموديل علق، صح؟ صح؟ شو أنا أعمل؟ شو أردي عليه؟ متعاطف ولا غير متعاطف؟ كيف؟ متعاطف. كيف متعاطف؟ هل اتهمت بإنك حكيت إنه في أكثر من امتحان؟ أنا وفرت بدائل، يعني أنا حاولت إني أثير الدافعية اللي عنده، وأعتقد هذا أكسب نوع من القبول، وهذا راح يؤدي إلى زيادة نشاطه في المرة القادمة، ولا لا؟ هذا المقصود في الطيبة والقبولية. طيب السمة الأخيرة إنيوريتيزم، تعني العصابية. كلمة عصابية يعني هي مأخوذة من العواطف السلبية التي قد ممكن إنسان يجتاحه مثل هذه العواطف من حين لآخر، يتقلب مزاجه ويصير عنده عدم استقرار عاطفي ويميل إلى الشعور بالإحباط والغضب. يعني بتعبيرنا البسيط، غير متمالك أعصابه. القيادي شو لازم يكون؟ لازم يكون يعني ماسك أعصابه، ماسك أعصابه. يعني بصير في مواقف معينة الأصل إنه ما ينهار أمام مثل هذه المواقف. يعني مش بيقولوا الحكيم، خاصة المدير، خاصة المانجر، لأنه هو القائد، هو اللي بده يوجه السفينة، عشان هيك لازم هو القدوة للآخرين. والمقولة الحكيم وين تظهر؟ بتحكمه بالأعصاب وقت الغضب، مش هيك؟ الحكيم يظهر أنت وقت الغضب. هذا باختصار يعني الحكي عن هذا الموضوع. يعني في رسائل دكتوراه انكتبت عن هذه السمات. يعني أنا ممكن في كل سمة أحكي محاضرتين ولا ثلاث، لكن حبينا نعطيها لأنه إحنا ناس إداريين
وبندرس إدارة أعمال وبندرس إدارة موارد بشرية، وأعتقد يعني المفروض كلكم تحكوا لي إنه هذا السمات تتضح أكثر لمين؟ لدى مدير إدارة الموارد البشرية. الموارد البشرية. شو السبب؟ ليه؟ لأنه أصلاً هو. هو اللي يتعامل مع العنصر البشري. صحيح، يتعامل مع العنصر البشري. والله يبدو إنه الزوم حبنا وإحنا بين الباب ونفس الشعور. لا. شو لا؟ زكتونا؟ طيب، بس أخلص هالسلايد إن شاء الله مشان تأخذوا حقكم طبعاً أنتوا. هذا البيرسوناليتي تيست إلها إيجابيات ولها سلبيات، يعني إلها إيش؟ مزايا وإلها عيوب. من مزاياها، يلا مين بيقرأ لنا السلايد لو سمحتوا؟ أنا بقرأ. تفضلي. الأدفانتجز have been used successfully to predict definitional top behaviors and identify successful candidates for offers assignments. يعني إنه هذا الاختبارات يتم استخدامها بنجاح في التنبؤ ببعض السلوكيات اللي ممكن من خلالها أنا أحدد مدى استعداد المرشحين لخلق مشاكل ربما تكون في المستقبل من خلال تكليفهم ببعض مهام خارجية. يعني من خلال هذه الاختبارات بقدر أنا أحكم من الأشخاص اللي ممكن يخلقوا لي مشاكل في المستقبل من خلال تكليفهم بأسايمنت والإجابة عليها. This advantage are the most difficult tests to evaluate and use, particularly the projective type. أصعب أنواع الاختبارات في الاستخدام، ولا سيما في الاختبارات التي تتسم بالإسقاطية. هلا في نوع من الاختبارات بسموها الإسقاطية، للأسف يعني أنا الحكي فيها بده وقت. أحيانا قد تقتضي الضرورة أني أنا أعرض المرشح لموقف استفزازي، موقف مثير، عشان أشوف ردة فعله نحو هذا الموقف. يعني أشبه ما يكون بالكاميرا الخفية. في ناس عندهم قدرة، وهلا حكينا قبل شوية، عندهم قدرة على تحمل الأعصاب، وفي ناس من موقف بسيط بيفقدوا. يعني مثلا في الدول برا بنشوف في برنامج الكاميرا الخفية مواقف مؤلمة ومزعجة، صح؟ لكن تقبلوها ايش؟ ايزي. ميبي احنا العرب بشكل عام